وهروح للاستاذ محمد من خلال طبعا رؤيه الاستاذ سامي عبد الفتاح على مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات. كان مفاجاه بالنسبه لنا ان سيمبا يظهر بهذا الاداء الجيد جدا على مستوى النتائج على مستوى التهديف. ده ياخدنا لمباراه سيمبا. مباراه سيمبا هي تحصيل حاصل بالنسبه للنادي الاهلي، ضمن التاهل، لكن ليها اهداف. تعتقد ايه يعني اهم الاهداف اللي لازم النادي الاهلي ان شاء الله يحققها في مباراه يوم الجمعه امام سيمبا التنزاني؟ تمام، يعني بدايه بالنسبه لدور المجموعات بشكل عام، انت بيكون لك هدف وهو هدف التاهل. صحيح، وهذا الهدف تحقق سواء اول او ثاني. صحيح، كنت يعني الافضل انك تكون اول، وده الوضع الطبيعي للنادي الاهلي، لكن في النهايه انت حققت الهدف باي شكل من الاشكال. لعبت 5 مباريات، كسبت مباراتين وتعادلت مباراتين وخسرت في مباراه، حققت 8 نقاط من 15 نقط، نتيجه مقبوله وليست جيده، يعني يعتبر متوسطه. في النهايه انت تقريبا حققت 50% من النقاط اللي كانت موجوده. يعني اللي فرق مع فرقه زي سيمبا ان هي كسبت النادي الاهلي، يعني لولا ان سيمبا كسب النادي الاهلي اللي هو المفروض الفريق رقم 1 في المجموعه والمرشح يتصدر المجموعه، انه كسب النادي الاهلي. لولا مكسب النادي الاهلي كان زمان دلوقتي الوضع مختلف تماما وجاي لك، وبرده ما زالت انك انت تبقى اول مجموعه بايدك. صحيح. يعني الاهلي مر بظروف صعبه، سواء ملاعب او حاجات او الاجواء او اللعب بالنهار، حاجات ممكن واصابات وحاجات الاهلي غير معتاد عليها، لكن في النهايه يعني ليس هذا هو الاداء اللي احنا بنتوقعه وننتظره من النادي الاهلي. المفروض اقوى من كده واكتر من كده، ولما تلعب على 15 نقطه على الاقل تاخد منهم 12 13 نقطه مثلا، يعني على الاقل يعني. لكن في النهايه قدر الله ما شاء فعل وتحقق الهدف. يمكن في البطوله الماضيه كان الاهلي ثاني وقدر برضو يحقق البطوله يعني، والتواني اللي كانوا في البطوله اللي فاتت هم اللي وصلوا للنهائيات كلهم. صحيح. يعني هم اللي في السيمي فاينال قدروا يحققوا ويصعدوا ويتاهلوا ويوصلوا للمباراه النهائيه.